شاركت اليوم جبهة الإصلاح بجلسة مجلس النواب بصفتها جبهة معارضة احتراما لقرارات المحكمة الاتحادية التي صدرت بهذا الشأن، وعقدت اجتماع مهم جدا البارحة نتج عنه ورقة للإصلاح، وهو برنامج إصلاحي متكامل تبنته الجبهة وطرحته على مجلس النواب ليتبناه مجلس النواب. وهذا البرنامج فيه إصلاح حقيقي وآليات لإصلاح السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية. وحقيقة كان اليوم أول الغيث بنجاحات جبهة الإصلاح، أولاً باقتصار جدول الأعمال على تفجيرات الكرادة وتداعياتها الأمنية، وكذلك تأخر رئاسة الجمهورية بمصادقة قانون تعديل قانون أصول المحاكمات، والطلب بتسريع تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بأحكام إعدام الإرهابيين. القضية الأخرى اللي اليوم حقيقة جنت جبهة الإصلاح ثمارها، بأنه ثلاثة من جبهة الإصلاح قد حدد لهم موعد لاستجواب ثلاثة وزراء. الوزير الأول ثلاثة طلبات، وزير الدفاع راح يستجوب من قبل السيدة عالية نصيف، ووزير النقل من قبل السيد ناظم الساعدي، ووزير المالية من قبلي أنا هيثم الجبوري، وثلاثة أخوانكم من جبهة الإصلاح.